مرحبا واهلا وسهلا فيكم بسؤال فلك جديد. واليوم سؤالنا الفلكي يعني شوي صعب، مش صعب كثير، شوي صعب. والسؤال الفلكي بيحكي لليوم: متى اكتشف كوكب المشتري؟ متى اكتشف كوكب المشتري، كوكب الحظ؟ خلينا نشوف الناس اذا بيعرفوا متى اكتشف، وراح نربح كل واحد منهم جائزه. خلينا نشوف اذا متى اكتشف كوكب المشتري ونرجع لكم بالجواب. مرحبا، كيفك؟ يا هلا. شو رايك تروح معنا جائزه حلوه هيك اليوم؟ اطلع لنا. اكيد اطلع لك. بدي اسالك سؤال: كوكب المشتري بتعرفه؟ بسمع عنه. متى اكتشف كوكب المشتري؟ ما بعرف. احط لك رقم هيك، اضرب لك رقم. مش بال 1900، قبل 1830. استودعك، شكرا. متى اكتشف كوكب المشتري؟ هو من ضمن المجموعة الشمسية، اكتشفوه قديم مش حديث، بس يعني بأي سنة ما بعرف. يعني أعطي، لا تدوري على جوجل، أعطيني الموبايل، أعطيني الرقم هيك. 1800. هون أعطيكي هيك رقم. ألفو. شو اسمك أنت؟ يوسف. يوسف، أنو سنة اكتشفوا كوكب المشتري؟ بتعرف كوكب المشتري؟ الشمس. أنو سنة اكتشفوه؟ زائد؟ زائد ايش؟ اثنين. يعطيكم العافية. مرحبا، كيفك؟ الله يسعدك. شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. من حالك؟ راشد النجداوي. راشد، بدي أربحك هدية بس بدك تجاوبني على سؤال. تفضل. متى اكتشف كوكب المشتري؟ كوكب المشتري، بسأل والدي، متى اكتشف كوكب المشتري؟ رمي لك رقم هيك، قبل 1900. 1870. انت شو بتقول؟ اضرب لك رقم اي شيء، مش خسران شيء. 1640. لا صراحه. بعطيك كمان مره، يلا اضبط خيارات. خيارات هيك بنساعدك كثير. 1000 هو بال 600 ولا لا؟ يعني هو بال 600. 1620. لا سوري، شكرا لك. ماشي. ممكن اسالك سؤال؟ والله صعب. تربحك هديه. يلا مرحبا. اهلين. هلا كيفك؟ هلا. اسمك؟ عطا الله بتشون. عطا الله. كوكب المشتري بتعرفه؟ اها. متى اكتشفوه؟ متى اكتشفوه؟ شو بعرفني. اضرب لك رقم هيك، قبل 1900. 1870. لا قبل كمان. بعطيك كمان فرصه. ما عندي فكره يعني. اعطيني. 1650. مرحبا، شو اخبارك؟ الحمد لله. اهلا. شو تسوقتي؟ والله لسه بلشتي. طيب متى السؤال بيحكي متى اكتشف كوكب المشتري؟ يعني قديما، قبل 1900. 1600 أكثر؟ يعني 1610. كيف جبتيها هاي؟ 1620. 1610. طيب أنا بدي أعطيكي هدية. مظبوط جوابك. والله هاي من رؤيا ومن مكي مول. ثانك يو لك. شكرا لك. يا دروحك جائزة، بس بدك تجاوبني على السؤال. على وهي متى اكتشف كوكب المشتري؟ بسمعه. حلوة حلوة، هاي نكتة جديدة قالت. طيب أعطيني هيك رقم. 1962. لا قبل 1900. 1889. يلا هيك يعني. كمان أنا بدي أعطيك كمان فرصة. أعطيني خيارات. لا خيارات هيك. إيش اسمه؟ مرحبا، هاي إيه بدك تكتشف كوكب المشتري بتعرف؟ نسألكم سؤال، ربحكم جائزة. مين بنسأله؟ مرحبا، كيفك؟ الحمد لله. عرفنا حالك. خليل عبادي. سيد خليل، متى اكتشفوا كوكب المشتري؟ قبل هو زمان. قبل 1900. بال 1860. حابب تجربي حظك؟ 20. شو 20 يعني؟ 1820. قبل. يلا انا بعطيك كمان فرصة. استنى اعطيني تليفون. الو سنة. 70.
70 970 لا يستوى اللي قبل شوي عرفت مش عارف كيف عرفت ال 1600 عشان بس هي طلعت معها بالحظ وهذا اللي بيسموه الحظ. يلا عشان السؤال كان لك كوكب الحظ. كيفك؟ تمام الحمد لله. شو اسمك؟ عمر علي القاسم. عمر متى اكتشف كوكب المشتري؟ ما بعرفش. حول لك رقم هيك قبل 1800. يا هيني ساعدتك. 1750. كمان مرة بعطيك كمان إجابة. أكثر ولا أقل؟ أقل. 1720. بدي أعطيك جائزة بس بدي أسألك سؤال. تفضل. متى اكتشف كوكب المشتري؟ ما بعرف. جربي لك هيك رقم. هلا بعرف هو كوكب الحظ. أكيد. إي بس إنه ولا رايح بكرة على برج الجدي. أعطيني رقم قبل ال 1800. كيف صحتك؟ الله يخليك يا رب. تعرف عليك؟ عبد الهادي الشمري. عبد الهادي. كوكب المشتري بتعرفه؟ متى اكتشفوه؟ كثير مصعبها. اليوم صراحة، لأنه معنا جوائز بدنا يكون واحد هيك سؤال محرز. أنا بدي أغششك. قبل ال 1800. طب ما في خيارات؟ تعرفين اسمك؟ أنور طويقاس. كيف صحتك؟ تمام؟ تمام. بتعرفي كوكب المشتري؟ أها. أنو سنة اكتشفوه؟ أي سنة؟ فيش خيارات؟ يا الخيارات صعب، ما أعطيناش خيارات. 620. لا ماما ايش هو 610. شو 610؟ ما كانوا يعرفوا وين يوصلوا. لا في خيارات يعني. لا قبل 1700 بحدود 1600 بس 1610 1559. شو حكيتي انت سرعه؟ ألف ستمية وعشرة. يا ما بدي أعطيك أنا عشانها هاي جائزة. شكرا لإلك. إذن كان سؤالنا لليوم كوكب المشتري إمتى اكتشف؟ اكتشف كوكب المشتري عام 1610، وطبعا كوكب المشتري كباقي الكواكب بدور بمدار إهليجي حوالين الشمس، وبيستهلك تقريبا 12 ثانية يعني وشوي وكسور بلفته حوالين الشمس. هذا سؤالنا لليوم، كان شوي صعب بس احنا حاولنا نساعد الناس اللي سألناهم هون قدر الإمكان. إلى اللقاء مع سؤال فلك جديد إن شاء الله بالأسبوع القادم.